الأعزاء، سواء كريم أحمد من رئيس القناة الأهلي المتواجد في مقر إقامة الفريق، أو حتى كمان زميلنا فاروق صلاح المتواجد في استاد الجيش ببرج العرب. يا كريم أهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه، وكل التحيه لكل جمهور وعشاء متابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا كريم. يا فاروق اخبارك ايه؟ طمنا عليك. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيكم كريم. عايز ابتدي بيك واطمن على استعدادات الفريق للمباراه تحديدا، وانت متواجد في مقر الاقامه وقبل ساعات قليله جدا من انطلاق هذه المباراه الهامه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ايه الجديد عندك؟ في البداية طبعا زميلي أمير، طبعا كالعادة إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفريقنا النهاردة، فريق النادي الأهلي في الجولة 23 المصري والأهلي على استاد برج العرب في تمام الساعة 8:30. كل الأجواء إن شاء الله بإذن الله تكون مهيئة لفريق النادي الأهلي لحصد 3 نقاط كالعادة. النادي الأهلي بيستمر في فوز في الأداء في الانتصارات، الهدف أنت عارف طبعا هو هدف واحد وهو إسعاد كل جمهور النادي الأهلي، لكن بشكل عام طبعا يعني أقدر أقول لك إن اختتم النادي الأهلي استعداداته الفنية في تدريب أخير أمس على ملعب مختار التتش، كان محدد ليه في تمام الساعة 4 عصرا. كان حاول بشكل كبير جدا مستر ريني فايلر تصحيح الأخطاء بشكل كبير، بعض تمركزات اللاعبين، جلسات فردية كانت منفردة، وده كان أمر مهم جدا. إن يمكن ريني فايلر شفناه أمس مع كل لاعب بيكون قاعد معاه أكتر من 5 دقايق بيتكلم معاه طبعا عن المرحلة القادمة، وبيتكلم معاه إن لابد يكون في أكتر من كده، لابد يكون في أقوى من كده أداء الفترة اللي جاية، محتاجة يعني مجهود كبير جدا لكل لعيبة النادي الأهلي. وأنت شايف زميلي أمير يعني التلاحم الكبير للمباريات، يعني المباراة الأخيرة النادي الأهلي ريكفري يوم واحد ثم تدريب أساسي، والنهاردة هتكون مباراة ومباراة قوية جدا. أنت عارف طبعا يمكن بغض النظر عن الظروف اللي فيها فريق النادي المصري، لكن بيأدوا كرة جيدة جدا، كابتن طارق العاشر أيضا كمان مدير فني بيأدي أداء مميز عنده، يمكن بيغلق المساحات بشكل كبير، فالجهد الفني أو المجهود الفني هيكون كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي وأيضا كمان على الجهاز الفني اللي بيحاول يهيئ اللعيبة بشكل كبير للانتصارات خلال الفترة القادمة. يمكن زي ما أنت عارف زميلي امير متواجدين في فندق الاقامه اليوم الاعتيادي طبعا بتاع فريق النادي الاهلي الخاص بيه، وجبه الفطار بتكون طبعا صباحا 10 صباحا، وجبه الغداء كانت 2 ظهرا على ان تكون المحاضره الفنيه الاخيره 6:30 مساء هنا في فندق الاقامه، ويتوجه مباشره لاعبي النادي الاهلي الى استاد برج العرب ليستقبل هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون مهيئه لفريقنا فريق النادي الاهلي لحصد 3 نقاط والاستمرار في ضرب الارقام القياسيه اللي منتظرها وبتسعد كل جمهور النادي الاهلي. هرجع لك تاني يا كريم، بس عايز اروح لفاروق واطمن منه على الاجواء في استاد الجيش وبرج العرب قبل استضافة هذا اللقاء. ايه الاخبار عندك يا فاروق؟ يعني خلينا اقول لك في البدايه امير، استاد الجيش ببرج العرب استعد جيدا لاستضافه لقاء الجوله 23 ما بين الاهلي والمصري، كل الاجراءات هنا وكل الامور يعني على افضل ما يرام. كان لينا لقاء مع مدير الاستاد تحدث من يعني بعض الامور والاجراءات الاحترازيه اللي تم اتخاذها، ان تم تخصيص 3 غرف لكل فريق، يعني النادي الاهلي عنده 3 غرف ونادي المصري ليه 3 غرف، غرفتين لتبديل وتغيير الملابس وغرفه ثالثه مخصصه لو المدير الفني حب ان هو يتكلم كمحاضره فنيه مع اللاعبين او احماء بسيط للاعبين، او ان هو يتكلم ما بين شوطي اللقاء في غرفه ثالثه مستقله تماما عن الغرفتين الاولى والثانيه. ايضا اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي في هذه الغرف يعني مقاعد اللاعبين، ايضا مراحل التعقيم اللي بتتم سواء من مسؤول استاد برج العرب او ايضا احد عمال النادي الاهلي اللي دايما حريص مع النادي الاهلي في كل المباريات ان هو النادي الاهلي بيتابع بنفسه على مراحل التعقيم. الامور هنا مهيئه تماما. النادي الاهلي يا امير هيكون على يمين المقصوره، نادي المصري هيكون على يسار المقصوره. نقدر نقول الامور هنا على يعني الجميع ينتظر لقاء يكون زي ما قلنا لقاء يعني تحت عنوان الروح الرياضيه ما بين الاهلي والمصري، ان شاء الله يكلل فيه بالانتصار لفريق النادي الاهلي، ويكون 3 نقاط مهمه للنادي الاهلي في مشوار ورحلته للدفاع عن لقبه، واللقب ان شاء الله رقم 42 ان شاء الله باذن الله. ارجع لك يا كريم وعايز اتكلم معاك عن فرص مشاركه صالح جمعه في مباراه اليوم، انت شايفها ازاي بما انك قريب من الفريق جدا، وهل ممكن نشوفه بشكل اساسي؟ واعتقد ان ده هيكون صعب شويه، وهل ايضا ممكن نشوفه كبديل سواء في الشوط الثاني او على حسب طبعا مجريات المباراه؟ ايه ممكن نشوفه بخصوص صالح جمعه؟ الحقيقه طبعا يعني في البدايه اقدر اقول لك ان حاله من السعاده يمكن مع لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ان الحقيقه صالح جمعه تحديدا الفتره اللي فاتت كان في التزام كبير جدا، تدريبات كانت مكثفه، يعني اشتغل على نفسه الفتره اللي فاتت بشكل كبير، وده ادى يعني فرصه كبيره ان الجهاز الفني ان هو يعود من جديد. النهارده يمكن اكيد متواجد في قائمه هذه المباراه، لكن مع الظروف اللي احنا فيها عندنا غيابات كثيره جدا زميلي امير، انت عارف طبعا يعني بعض اللاعبين سواء يمكن حصل على 3 انذارات، وايضا كمان ديانج للطرد، عوده وليد سليمان ايضا واحمد محمد هاني، لكن من الواضح النهارده ان صالح مركز بشكل كبير جدا وكان ظاهر بشكل رائع
رائع في التدريبات الاخيره وتحديدا تدريب الامس مع سير المباراه بقى طبعا ان شاء الله باذن الله يعني المباراه تمشي على خير والامور كلها تكون مع مصلحه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. فرص صالح كبيره جدا ان هو يكون متواجد في قائمه النادي الاهلي وتحديدا طبعا مش هتكلم على البدايه لان البدايه طبعا الاجهز هو بيكون متواجد في ضربه البدايه للفريق النادي الاهلي لكن ان شاء الله باذن الله فرصه كبيره وفرصه مميزه مجهوده كان كبير جدا الفتره اللي فاتت وانت عارف طبعا مع المباريات هترجع الفورمه ثاني لصالح جمعه يمكن لعيب موهوب جدا وباكد لك على السعاده الكبيره مع لعيبه النادي الاهلي ودي اللي محفزاه ودي اللي مدياله يعني حافز كبير جدا ان شاء الله ان هو يكون كالعاده عند القدر المسؤوليه بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وتحديدا كمان يكون اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه واحد من اللاعبين الموهومين ان شاء الله باذن الله نستفيد منه صالح جمعه وكل نجوم النادي الاهلي الكل يكون في الميعاد النهارده لكن بالنسبه لصالح تحديدا ان شاء الله باذن الله النهارده يكون كلمه السر اللي بيتمناها كلنا وبيتمناها ايضا كمان جمهور النادي الاهلي. المحاضره ابتدت يا كريم ولا لسه قدامها شويه؟ لا اقدر اقول لك 6:30 هتكون المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه ومباشره بقى 7:15 ان شاء الله يتحرك فريق النادي الاهلي الى استاد برج العرب لكن 6:30 باكد لك ميعاد المحاضره انت عارف المحاضره مستر ريني فايلر بيعودنا يعني من 5 ل 10 دقائق ما بتاخدش وقت طويل ومباشره ان شاء الله التحرك يكون على استاد برج العرب ان شاء الله باذن الله. كريم وفاروق في الحقيقه من الناس اللي بيبقوا قريبين دايما من اخبار الفريق عشان كده انا عايز اسال فاروق تحديدا بخصوص اصابه حسين الشحات وموعد عودته للانضمام والانتظام في التدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي يا فاروق طبقا لمعلوماتك ايه الجديد؟ يعني خليني احطك في الصوره اكتر يا امير النهارده كان في مران للمستبعدين في النادي الاهلي يعني صباحا كان محمد فخري وكهربا وكان موجود محمد محمود لاجراء البرنامج التاهيلي يعني انا هحطك في الصوره اكتر على محمد محمود وكهربا وايضا حسين الشحات محمد محمود خلاص مراحل التاهيل يعني انت بتتكلم ان شاء الله في اسبوعين نسبه كبيره جدا محمد محمود ان شاء الله يكون جاهز مع النادي الاهلي قبل مواجهه الوداد في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا ايضا حسين الشحات خلال يومين هيكون موجود في اجراء البرنامج التأهيلي الخاص بحسين الشحات بعد العملية اللي أجراها مؤخرا تقدر تقول إن البرنامج التأهيلي لحسين الشحات يا أمير هياخد أسبوعين يعني أسبوعين يعني النهاردة كان لينا حديث مع أفراد الجهاز الطبي للنادي الأهلي تم يعني تحديد إن حسين الشحات هياخد أسبوعين إن شاء الله أيضا هيكون جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي قبل مواجهة الوداد في مباراتي الدور نصف النهائي سريعا يا امير النادي الاهلي بيبدا يستعيد اوراقه يعني هيستعيد كهربا يستعيد محمد محمود طبعا محمد محمود يا امير انت عارف ان هو مش مقيد في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي لكن هيكون موجود مع فريق النادي الاهلي حسين الشحات واحد من العناصر المهمه جدا اللي بيعول عليها النادي الاهلي والجهاز الفني الكثير والكثير طبعا. في المشوار المحلي والمشوار الافريقي هيكون موجود باذن الله ايضا يا امير لو هحطك في الصوره على فريق النادي الاهلي يعني واحنا متابعتنا بالامس المران الاخير لمستر ريني فايلر وكان مران مغلق ومران سري مستر ريني فايلر اقدر اقول لك ان هيبقى في تنويع النهارده او شكل مختلف تماما على اللقاءات الماضيه لفريق النادي الاهلي في بعض الجمل التكتيكيه اللي تم تنفيذها يعني نتمنى ان احنا نشوفها النهارده في ارض الملعب في بعض الامور سواء في الكرات الثابته في بعض الجمل يعني انا مش هنتكلم يعني بناحيه فنيه اكتر يا امير طبعا. لكن انا يعني من خلالك كده ان شاء الله ان بشر كل جماهير النادي الاهلي لا النهارده هنقول النادي الاهلي بيحضر مفاجآت لفريق المصري سواء على ناحيه الافراد او التنويع الشق الهجومي او التحضير عمليه التحضير والبناء والتدرج بالهجمه كلها من الامور المهمه جدا اللي مستر ريني فايلر كان حريص عليها مع فريق النادي الاهلي نتمنى انها تطبق في ارض الملعب وان شاء الله ثلاث نقاط النهارده ان شاء الله يضافوا لرصيد النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك كريم طبعا زميلنا العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا وبشكر كمان زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والاثنين في الحقيقه كانوا معانا وقالوا لنا كل التفاصيل الخاصه باستعدادات الفريق ما قبل المباراه.